بعد صراعه مع المرض غادر الفنان الكردي سالم شارزة عالم الفن الأصيل إلى سدية الإنعاش في مستشفى خانقين بعد حملة أطلقتها مديرية الثقافة والفنون في المدينة وعدد من الناشطين فيها لإنقاذ حياته من الموت. الزميل عباس محمد والتقرير التالي. عامين وهو يصارع المرض دون أي استجابة لتنقذ حياة الفنان الكردي سالم شارزة، حتى جاء النداء من قبل مديرية الثقافة والفنون في خانقين لإنقاذ حياته التي كانت على أشفى حفرة من الموت بسبب عجز قلبه بنسبة تجاوزت 80%. أنا فنان سالم شارزة صار تقريبا سنتين مريض، بس ما حسيت بروحي. ضربني جلطة بسيطة ورا جلطة بسيطة، فحصيت على موت شريان والصمامات، قالوا مزود روح افحص اسوي عملية بعقوبة. من رحت من بعقوبة من هناك طلع شغلة ويا الصمامات، عندي قلب يشتغل 20%، رجلي كلها مورم، بطني كلها منفوخ. صار سنتين أنا عاني علاجات منا ومنك، كل شيء ما سوالي. واخر شيء ادعيت الله يرضى عليهم صوت خانقين، هم اللي حكوا علي. واشكر كل من شاركوا بمساعدتي. صوت خانقين خلى صوتي يصعد، كان علي الشير وجماعته وكان عباس الكوازي همينه، خلى صوتي يسمع يوصل كل العالم. الف رحمه على والديهم. طلباتي لهم بس اريد اوصل للعمليه مالتي، اخلص من هالعمليه. القطاع الصحي في قضاء خانقين أولى الجهات الحكومية التي استجابت للنداء وتوجهت على رأس وفد صحي برئاسة مدير القطاع إلى منزل الفنان سالم شارزة، وقامت بنقله للعناية المركزة لتلقي العلاج المتوفر في مستشفيات القضاء. استنادا إلى توجيهات السيد معالي وزير الصحة المحترم والسيد مدير عام دائرة الصحة ديالة المحترم بتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية لمواطنينا الكرام، ومن خلال تلبيتنا للمناشدة التي تلقاها مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الحالة المرضية للفنان سالم، توجهنا بأسرع وقت ممكن إلى منزل المريض وشكلنا فريق طبي متألف من طبيب اختصاص القلبية والباطنية ووحدة المختبر ووحدة الإسعاف الفوري وبإشراف مباشر من قبلي، حيث قمنا بإجراء الفحوصات المختبرية للمريض ونقله إلى المستشفى لكونه يحتاج إلى ردهة العناية المركزة. وعلى الجانب الشعبي تبنى ناشطون مدنيون حملة لجمع التبرعات لإنقاذ حياة سالم، أطلقوا عليها حملة 1000 دينار لإنقاذ الفنان سالم. بعد علمنا بأن الفنان الكبير سالم شارزة يعاني من عجز القلب بنسبة 85%، أول شيء قدرنا من خلال التواصل الاجتماعي ننشر منشورات بأن الفنان الكبير يعاني من القلب، وطلبنا من الخيريين وأهالي خانقين مساعدة. قدرنا نسوي حملة داخل خانقين 1000 دينار. الحملة قدرنا خلال يومين نجمع أكثر من 5 ملايين، والمبلغ الكلي يحتاج تقريبا 15 مليون، ومن خلال قناتكم نطالب من الخيرين والمسؤولين يوصلون، ويا ريت قناتكم يتواصل ويا المسؤولين، يوصل صوتنا للمسؤولين ينقذون الفنان الكبير اللي مشهور في محافظة ديالى وبالأخص قضاء خانقين. ويعد الفنان الكردي سالم شارزة أحد الفنانين الكرد الذي خدموا الحركة الفنية في مدينة خانقين على مدار الفترة الماضية دون أن يحصل على ما يحتاجه لإعانة حياته وأسرته من عطائه الفني الزاخر على مر السنوات الماضية، ولتكن نهاية مسيرته الفنية على سرير الإنعاش في مستشفى خانقين العام. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية.